لا تتردد إسرائيل في القضاء على أعدائها، فيد الموساد تمتد لتطولهم وتتخلص منهم عبر سلاح الاغتيال. لا تشبه كل عملية نفذتها تل أبيب تلك التي سبقتها، وربما لن تكون مماثلة لأخرى ستأتي لاحقاً، فالغاية واحدة لكن الوسيلة لم تكن كذلك. في عام 1978 استخدم الموساد سماً لقتل وديع حداد رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أين كان السم؟ في معجون أسنانه. قام عميل سري بتبديل معجون أسنان حداد المعتاد بأنبوب مماثل يحتوي على سم طورته إسرائيل، الذي كان يدخل دمه في كل مرة ينظف أسنانه حتى أصبح مريضاً على مدار أشهر، وانتهى الأمر بوفاته حسب وثائق عرضتها صحيفة ديلي ميل. بين عامي 2010 و 2012 قتلت إسرائيل 4 علماء نوويين إيرانيين، إما بالرصاص وإما بقنابل مثبتة في سياراتهم. ولكن مع تغير الوقت طور الموساد أساليب الاغتيال، ففي 27 من نوفمبر 2020 استخدم روبوتاً رشاشاً يعمل بالذكاء الاصطناعي يتم تشغيله عبر قمر اصطناعي لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة. الآلة أطلقت 15 رصاصة على سيارته عبر 3 دفعات، وكانت الضربة دقيقة لدرجة أن زوجته التي كانت تجلس في مقعد الراكب لم تصب بأذى. ثم تم تفجير قنبلة لتدمير الروبوت حتى لا يتمكن الإيرانيون من تحليله.